أقامت سفارة مملكة البحرين في الرياض حفل استقبال بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية أحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة في العام 1783 ميلادية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم. نعم، وأقيم الحفل بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود نائب أمير منطقة الرياض، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح مبارك الحجرف، كما شهد مشاركة واسعة رفيعة المستوى من البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية. المزيد في سياق التقرير التالي. أقامت سفارة مملكة البحرين في مدينة الرياض للمملكة العربية السعودية احتفالاً بمناسبة ذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم. حضر الحفل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض وعدد من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة. بهذه المناسبة نتقدم إلى سيدي جلالة الملك المعظم الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالتهاني والتبركات بهذه المناسبة الغالية، وإلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء نائب القائد الأعلى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وإلى شعب البحرين كافة بهذه المناسبة السعيدة، والله يدوم الأفراح على مملكة البحرين في هذا العهد الزاهر. كل الموجودين مبسوطين بهذه المناسبة، هي صراحة مناسبة عزيزة على قلوبنا كلنا، ونقول الله يديم المعزة والأخوة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية. هذه البحر غنوا لها، هذه البحر غنوا لها، إذا اليوم عيد كبير، إذا اليوم عيد كبير، أحمل إحساسي وحبي لها، عشق قلبي فيها أسير. ونوه سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي بن عبد الرحمن بن علي آل خليفة في العلاقات التاريخية الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، وحرص القيادتين الحكيمتين على تمتينها وتطويرها في مختلف المجالات، انطلاقا من روابط الأخوة والمحبة والتعاون والتضامن التي تجمع بلدين الشقيقين بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. أهنئ سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه ملك مملكة البحرين، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، وجميع أفراد الشعب البحريني الكريم. نبارك لأهلنا وأصدقائنا وحبايبنا في البحرين، ونقول لهم كل عام وانتم بخير. بحرين نرفع بك إلى العز هامة، ما أدري وش اللي في شموخك أضيفة، غلاك يكبر لين يوم القيامة، ويسكن شغاف أهل القلوب النظيفة، واليوم لي منا ذكرنا الزعامة، تحتاج منا كم كتاب وصحيفة، تشرح على البحرين وأهل المنامة، للعاهل اللي المجد دايم حليفة. الاحتفال يمثل عرساً وطنياً بحرينياً متميزاً، ويعكس فخر الشعب البحريني الوفي واعتزازه الكبير بتاريخه المجيد وماضيه التليد وحاضره المشرق وتطلعه الدائم إلى مستقبل أكثر إشراقاً. المنجزات والمكاسب التي حققتها مملكة البحرين تأتي ثمرة للنهج الإصلاحي الوطني القيادة الرشيدة، والتي تقوم على نهج الشورى والديمقراطية وكفالة حقوق الإنسان والنهضة الشاملة. عبد الرحمن الحربي، تلفزيون مملكة البحرين، الرياض.